نبدأ أسرتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم سعيد وأهلا وسهلا بكم من جديد هنا عبر قنوات الـ SSC وعبر منصة شاهد، ليلة أخرى من ليالي المنتخب المغربي. مساءكم سعيد ومساءكم جميل. مساءنا في الملعب عز الدين راح بينية، يوسف راح، ركلة جزاء. نعم يا السادة، ركلة جزاء للأسود، أول كرة، أول انطلاق، ضربة حكيم أمام مولينكا، حكيم حتى جول 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 جدا بالنسبة لثعالب الصحراء 2-1. لذلك لا بد من الحذر لأنه هذه التصفيات صعبة، فيها الكثير من المباريات. رغم الفريق الباور دياموس هناك في الكرة الزامبيا، هنا صافرة وخطأ لمصلحة يوسف. إبراهيم دياز حتى حكيم زياش، خطيرة حكيم زياش مرة. منتخب المغربي حاضرة وحيرة وليد الركراكي، من سيلعب في النهاية؟ يختار من يريد أن يختاره في هذه المباراة. يوسف النصيري بتواجد طب قادم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا والمكسيك، سيكون هناك تواجد مجموعة من الأسماء المميزة التي قدمت أداء كبيرا جدا. من جديد يستلم الكرة، وصلت إلى حكيم زياش. وين الهجمات؟ وين اللعبات؟ وين الاقتراب من المرمى؟ هذه واحدة، يا سلام يا سلام، لم تكتمل لم تكتمل الكرة الماضية. الفرصة الأخيرة الجميلة كانت لمسات ولعبات وكرات ممتعة للاعب المنتخب المغربي، لكن لم يرفع نسق المباراة، يحرك لك اليمين واليسار وحتى الكعب في بعض الأحيان. انطلاق الياس بن صغير حتى إبراهيم دياس، قنطرة مرور، يا سلام، لعبة على اليسار، يحيى عطية الله يرفع الكرة. الياس بن صغير يحاول أن يمر، يحافظ على الكرة. على فكرة الياس في الدوري الفرنسي سجل هدفين وكان عنده أسيست. 24 عام للقصير، هنا العرضية، يوسف بالراس، معركة الرؤوس، والصافرة تأتي من السنغالي. خطأ على يوسف النصيري لمصلحة المنتخب الزامبي. السوزي ينطلق، إبراهيم دياز يستلم منطقة الجزاء، الكرة فيها مرور، وصلت إلى أولاحي، هذه قوية لكن الدفاع يتدخل. وصلت إلى الجهة اليسرى، إلياس بن صغير يحاول يعيد، سامبي تصل بشكل ممتاز، يا سلام على التمويه، هنا إبراهيم دياز. الله، لم تكتمل مرة أخرى، مرة أخرى يا دياس، متى ستسجل بقميص المغرب؟ صحيح دياس يحافظ على الكرة، على اليمين، ممكن يمر إلى اليمين مرة أخرى. الوانتو نجحت هذه المرة، وصلت، اقتربت، الله، نعم يا سادة، اقتربت هذه المرة. الفتى الذهبي، النجم الصغير، إلياس بن صغير يسجل الثاني. لمسات لعبات، تمريرات وتكي، الكرة تعود لمصلحة أشرف حكيم، يا سلام. الله، بدأوا يتحركون، بدأوا ينطلقون، بدأوا يحاولون. إبراهيم دياز، هل تحرر المنتخب من زيارة إلى الجاتي؟ نبدأ أسرتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد اليوم غادي نشوفه من خلاله تحركات الدولي المغربي إبراهيم دياز لتقدم مستويات كبيرة مع فريق ريال مدريد، وتوج من خلالها بلقب دوري الإسباني وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا. إبراهيم دياز واصل التألق دياله مع المنتخب الوطني المغربي، حيث قدم مقابلة عالمية ضد منتخب زامبيا في تصفيات كأس العالم 2026. ومقارنة بهذا الأداء اللي قدمه إبراهيم دياز مع فريق ريال مدريد والمنتخب المغربي، ارتفعت القيمة السوقية للاعب من 20 مليون إلى 40 مليون في موسم 2024. نخليكم مع فيديو في أبرز تحركات الدولي المغربي إبراهيم دياز وكل ما قدمه ضد منتخب زامبيا اليوم. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.